يزال يثير المخاوف لدى مسيحي كركوك، فكلما مرت ذكرى جريمة كنيسة سيدة النجاة والتي راح ضحيتها العشرات من العراقيين الأبرياء، أعادت إليهم هواجس الخوف من إمكانية استهدافهم مرة أخرى من قبل المجاميع المتطرفة في المحافظة. لا ما عايشين بأمان، يعني هم أنا احنا قد ما هي هاي المدينة التآخي، بس هم بيها خوف، هم بيها رعب. يعني ليش نبقى هيك؟ احنا التآخي تآخي هو، يعني احنا ما بدنا نحزن على كل شهدائنا، احنا على كل شهداء العراق. خطر موجود على الكل، بس احنا كأقلية بشكل خاص يعني كمسيحيين الوضع بالنسبة لنا جدا صعب، يعني ودائما عايشين بخطر وبخوف. ممكن انه يتوفر لنا انه نطلع، لكن هذا بلدنا وهي ارضنا، صعب انه نعوفها. رجال دين مسيحيون يتساءلون عن سبب استهداف المسيحيين على الرغم من أنهم ليسوا طرفا في أي نزاع سياسي، مؤكدين على ضرورة أن يجلس الفرقاء السياسيون إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول التي تخدم مصلحة البلد أولا. غير مفهوم لماذا استهداف المسيحيين كونهم ليسوا طرف في الصراع السياسي. نحن اليوم مع حادثة سيدة النجاة في بغداد، يعني استذكرنا كل شهداء العراق وصلينا من أجل أن يعود السلام والاستقرار إلى بلدنا، ووجهنا نداء إلى السياسيين بأن يجلسوا معا بإرادة صالحة حرة من أجل العراق. اليوم نستذكر هذه المناسبة الأليمة حقيقة. هناك أيضا شهداءنا من المسيحيين. القوات الأمنية منذ البداية هي حريصة على المحافظة على كل الأنفس البشرية. التفجير الذي طال كنيسة سيدة النجاة في بغداد عام 2010 عقبه اقتحام مجاميع مسلحة للكنيسة واحتجاز رهائنا، وهو الأمر الذي دق ناقوس الخطر الأكبر بين أبناء الطوائف المسيحية، وتسبب بحسب المراقبين بازدياد هجرة المسيحيين من العراق إلى العديد من دول العالم.